كلام كتير طول الوقت بنسمعه عن ان معظم موبايلاتنا بيتم اختراق كاميراتها للتجسس، وده عن طريق بعض برامج والتطبيقات اللي بتقوم بتنزلها، او حتى عن طريق الدخول لبعض المواقع، او حتى يمكن يا محمد عن طريق بعض كده التريكس او الحيل اللي الناس ممكن تعملها لما تمسك تليفوناتنا. موضوع مهم جدا جمانة، عشان كده معانا النهارده عبر الهاتف دكتور محمد حمزه، المحاضر المتخصص في مكافحه جرائم امن المعلومات والامن السيبراني، عشان نعرف ازاي نحافظ او ازاي نحمي هواتفنا وتليفوناتنا من اي اختراق، وازاي نكشف اختراق الكاميرا الخاصه بالتليفون المحمول الخاص بحضرتك او بحضرتك. في البدايه بنرحب بيك يا دكتور محمد، وصباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اول سؤال عايزين نساله لحضرتك، ازاي نعرف ان احنا وقعنا في الفخ، ان احنا تم اختراق التليفون الخاص بينا والتجسس على الكاميرا؟ لا، فكره ازاي نعرف دي، لازم كلنا نعرف ان احنا كلنا ممكن نكون متعرضين للموقف ده دلوقتي حالا. بس دي حاجه يعني، دي يعني اللي حضرتك بتقوله ده يخوف جدا. طبعا، عشان كده لازم نقول شويه نصايح المفروض ما نعملهاش عشان ما نتعرضش لموقف زي ده. طيب يعني كده بدايه، هو بالفعل ممكن الكاميرا، كاميرا التليفون ممكن تكون مخترقه، وبالتالي طبعا حتى يمكن الصور اللي موجوده على التليفون كمان ممكن تكون مخترقه، ده مبدئيا. يعني هي فكره الاختراق انا مش عايز اطعنها، هي فكره سهله جدا ومتداوله جدا الفتره الاخيره، وكترت جدا بكثره التطبيقات اللي احنا بندخلها على تليفوناتنا من غير ما نكون واعيين قد ايه هي فيها سياسه بنود خصوصيه تقدر تحمينا ولا لا. غير ان احنا يعني بدينا نستخدم بفكره الهاتف المحمول اللي في ايدينا وبنستخدمه بدون حمايه كافيه. طيب سواء فكره التطبيقات، معظم التطبيقات اللي احنا بننزلها بدون علم ان هذه التطبيقات هي مصدر ثقه او لا، بتكون فيها حاجه لو احنا قرينا البنود بتاعت سياسه الخصوصيه بتاعتها بنلاقي ان فيها السماح للوصول الى كذا 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 كذا. من ضمن الحاجات اللي بتبقى مسموح لهذه التطبيقات عند تنزيلها على هواتفنا الوصول اليها هي الكاميرا. واحنا ما بنبصش على الكلام ده، لان معظم الناس بتكسل تقرا اللي مكتوب، او بتقرا اللي مكتوب وتعرفه وتكون تقول انا ما اقدرش استغنى عن التطبيق ده فانا لازم انزله. بس كده حضرتك يعني بتخص يعني بشكل اكبر البنات او السيدات، لانه اعتقد معظم التطبيقات دي بتكون معنيه بتعديل الصور، او حتى بتكون معنيه ببعض التطبيقات اللي ممكن تهم البنات او السيدات بشكل اكبر. ده بيبقى جزء ثاني، ما هو كل تطبيق بيقوم بدور معين، يعني معالجه الصور او التلاعب بالصور او الكلام ده بيتم بعد كده. لكن الفكره في الاول خالص ان انا المفروض ما اسمحش باي تطبيق يمكنه الوصول باي سنسورز موجوده عندي داخل الموبايل، سواء كان المايك او سواء كان الصوت او سواء كان السماعه الكاميرا، الكلام ده كله انا المفروض من البدايه ما اسمحش. فكره التلاعب بالصور والكلام ده ده موضوع اكبر بعد تدخل الذكاء الاصطناعي. دكتور محمد حمزه، الفتره الاخيره بنشوف دايما يعني كل مستخدمي الفيسبوك مثلا في العاب كتيره جدا بتقول مثلا يعني شكلك هيبقى عامل ازاي بعد 20 سنه، شكلك وانت صغير عامل ازاي، ويعني بحسن نيه كده بنلاقي الناس بيدخلوا على اللعبه دي وبيلعبوها، ومش عارفين ان اللعبه دي هل ممكن يكون ليها قدره انها تخترق تليفونك الخاص، وانها تدخل على بياناتك الخاصه وصورك اللي انت حاططها على التليفون؟ لا، هي فكره الالعاب زي دي خطرتها اكتر من كده. فكره الالعاب دي هي بتجمع اكبر قدر ممكن من البيانات الخاصه في اريا معينه او شعب معين، علشان تعمل بروسيسنج او معالجه للصور اللي بتجمعها من خلال الاريا دي، وتحدد حاجه معينه عندها هي عشان تقدر تستهدف بيها الناس دي في وقت اخر. واحنا المفروض ان احنا حتى عندنا في مصر هنا قانون اسمه قانون 151 لسنه 2020 بيتكلم عن حمايه البيانات الشخصيه. المشرع فيه بيحاول يحمي بياناتك اللي موجوده عند اي تطبيق او عند اي موقع، لكن احنا اللي ما بنحميش نفسنا، احنا اللي بنعرض نفسنا للخطر بافصاحنا عن بياناتنا وعن خصوصياتنا على البابليك في كل هذه المواقع والتطبيقات. طيب دكتور، يعني حضرتك بتقول ان دلوقتي الاختراق خاصه للكاميرا بقى سهل جدا، ان كان من خلال التطبيقات اللي احنا بنفسنا بننزلها على التليفون، لكن هل يمكن الاختراق من خلال اشخاص، يعني اشخاص بتحاول ان هي تخترق تليفون معين او تخترق تليفون شخص معين؟ يعني في تطبيقات خاصه بتهكير التليفونات، تليفونات اخرى؟
لا دلوقتي الموضوع بقى يعني اسهل بكتير من زمان. يعني زمان كانت الناس بتضطر ان هي تبعت لينك معين، واللينك ده انت لازم تضغط عليه، وبعد ما تضغط على اللينك تتحول لضحيه عنده باسلوب او اخر، هو بيقدر من عنده يدخل لكل البيانات اللي عنده. الموضوع دلوقتي تطور وبقى موجود، ممكن تكون صوره ملغومه او مسج ملغومه بلينك خفي انت ما تقدرش توصل له، يعني حد بيبعت لك صوره فانت مش شايف اي حاجه، ممكن تفتح الصوره دي، مجرد ما بتفتح الصوره دي، الصوره دي يبقى مخفي وراه منها لينك، اللينك ده مجرد دخولك عليه بيسمح للطرف الاخر اللي هو بعت لك الصوره او اللينك او ايا كان اللي هو بعته لك ان هو يطلع على جميع بياناتك داخل التليفون بتاعك، ويتحكم في كل الامور او كل التولز اللي موجوده عندك اصلا في التليفون. فانا اتمنى ان الناس اولا ما تقبلش اي حاجه من اي حد انت ما تعرفوش شخصيا يكون مصدر ثقه. جميل. ما تقبلش اي حاجه من حد انت تعرفه ومصدر ثقه وتكون محوله من حد تاني ليه وهو حولها لك. طب قبل ما نتكلم اتفضل اتفضل يا فندم. ايا كانت دي جائزه انت هتكسبها، اي نوع من انواع الاغراق اللي هو عايزك توصل من البنك ده، الذي بتستهدف بعض الفئات على حسب ايه هي متطلبات، وهم بيعرفوا متطلبات الناس دي. يعني لو حد بيحب الكوره قوي هتلاقي اول حاجه بتتبعت له حاجه خاصه بالكوره، ممكن يكون مثلا لينك فيديو على منصه يعني مش لازم افتح اي لينك يتبعت لي، لازم اعرف ايه المصدر اللي بعت لي اللينك ده. قبل ما اتكلم مع حضرتك عن طرق التامين والحمايه، عايز اسالك سؤال. ناس كتير جدا بيروحوا اي اماكن فبيلاقوا مثلا في شبكه الواي فاي، فبيدخل عليها بيعرف الباسورد وعايز يعرف الشبكه اللي موجوده ايه عشان يدخل عليها بشكل مباشر. يعني تنصحه بايه؟ ناس كتير قوي بيعملوا كده. لا لا الموضوع ده خطر جدا، وانا اتكلمت في الموضوع ده يعني في التلفزيون مرارا وتكرارا يمكن من اكتر من 9 سنين. اتكلمت عن فكره ان انا ما ينفعش افتح على شبكه واي فاي انا ما اعرفش مصدر الشبكه دي ايه. يعني ما ادخلش في اي مكان ادخل على شبكه الواي فاي الموجوده فيه. لا مش المفروض ان انا اعمل كده، اللي بيفتح الشبكه دي او اللي عامل الشبكه دي ممكن يكون شخص، في ناس والله بتقدم فيه سيرفيسز لاماكن معينه عشان انت تبقى من رواد هذا المكان، ولكن في ناس ثانيه ضعيفه النفس بتكون عندها الشبكه دي فيها كنترول على كل التليفونات اللي بتخش عليها دي. دكتور محمد اعذرني المقاطعه، لكن يعني نظرا لضيق الوقت سريعا جدا، ازاي الشخص ممكن يعرف ان تليفونه مخترق وازاي نقدر ان احنا نحمي نفسنا؟ بصوا في حاجه ابسط من كده كتير، ان احنا كل تليفون في سيتنج، هنخش على السيتنج او الاعدادات اللي موجوده عنده وندور على حاجه اسمها سنسورز اوف. سنسورز اوف دي يعني انت بتقفل كل السنسورز اللي موجوده عندك، سواء كانت الكاميرا او المايك او الكلام ده كله يبقى مقفول، وما تفتحوش الا وقت استخدامك، بحيث ان انت حتى لو حاولت تفتحها حاولت تفتح الكاميرا مش هتفتحها. فبالتالي لو اي حد اخترق تليفونك وحاول يفتح اي حاجه من الحاجات دي فمش هيقدر يفتحها. فاحنا ندور على سنسورز اوف او ايقاف المستشعرات او ايقاف الحاجات الملحقات بالتليفون، وتتقفل على طول على تليفوناتنا لغايه ما ناخدها نفتحها وبعد كده نقفلها تاني. بس بشكرك طبعا جزيل الشكر دكتور محمد حمزه المحاضر في مكافحه جرائم المعلومات والامن السيبراني، بشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات.